كنت في لبنان قاعدة عند أختي وجوزها اللبناني. أنا ما كنتش عاوزة أسيب ولادي يا هادي. أنا كل اللي حصل إن أنا قلت لسعيد إن إحنا ما بقيناش بنحب بعض ويسيبني. رد فعله كان مخيف، طلقني وطردني وخد مني ولادي، ولما قلت له إن أنا عايزة أحتفظ بيهم هددني إنه هيقتلني. وأنا ساعتها خفت. أنا كنت هرجع له يا هادي. كنت هترجعي له؟ طب إيه اللي منعي؟ لقيت حياة بجد، قابلت واحد حبيني بجد وأنا حبيته واتجوزنا وعيشنا حياة سعيدة ونسيت سعيد وحياتي كلها معاه. الحب، نسيتي ولادك. أنا عمري ما نسيت ولادي يا هادية، عمري. طب إيه اللي رجعك وعايزة منهم؟ عايزاهم، عايزة ولادي يا هادية، عايزة أعوضهم عن السنين اللي عاشوها من غيري. طب وبيتك وجوزك اللي هناك وولادك؟ أنا ما خلفتش يا هادي، وجوزي توفى بقاله سنة. أنا كل اللي عايزاه أعيش جنب ولادي بقية العمر اللي فاضلي وأعوضهم عن السنين اللي راحت من غيري. سعيد باستحالة يوافق إنك حتى تقربي منه. عارفة، عارفة إن سعيد مش هيسمح لي أقرب منه ولا منه. مش ممكن أبدا هينسى إن أنا في يوم من الأيام قلت له إن أنا ما بحبوش، بكرهه. معلش، بصي سيبيها على الله، هو اللي يصلح الحال. أهلا ياو، تعال. أهلا وسهلا، اقعد. إيه ده؟ أنتوا جايين بالمشاريب بتاعتكم؟ بقول لك إيه؟ نعم. أحمد طلع مهتم بنفس المشروع اللي أنا كلمتك عنه يا بابا. ده المشروع اللي أنت كلمتني عنه؟ بالظبط يا فندم. طب إيه المطلوب؟ بص بقى يا سيدي، انا كنت بسال احمد ازاي نعمل ملف كبير فيه مؤهلات وتخصصات العاملين. الموضوع معقد جدا، المهم ان انا لقيته هو عامله وانا هشتغل معاه عليه عشان نكمله. طب اهدي 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 اهدي. مبدئيا انا موافق طالما انت متحمسه ومعجبه جدا كده بمشروع احمد، اكيد مهم. بس قولوا لي الاول، يعني ده هيفيد الشركه بايه وايه المطلوب عشان نكمله؟ احمد بقى يقول لحضرتك الكلام. قول له بقى يا احمد. ايه؟ مش هتتكلم ولا ايه؟ بقالك نص ساعة مقعدني قدامك ومش عايز تنطق خالص. ما تتكلم يا ابني، احنا اصحاب، قول. انا بحب ليلى مصطفى وعايز اتجوزها. ده حصل فجأة كده؟ مش فجأة، من زمان وكنت عايز افتحك انت وليلى في الموضوع ده من اكتر من سنة، يوم حادثة ليلى وشهندة. بس حصل اللي حصل وليلى سافرت. قولي بس انت ايه رأيك؟ رأيي في ايه يا ابني؟ انا مالي؟ انت هتتجوزني انا؟ لازم تتكلم معاها هي. قول لي انت قلت لها ولا لسه؟ لا لا، ما قلتلهاش لسه. وما قلتلهاش ليه بقى؟ ايه مكسوف؟ جرأة يا مصطفى، انا جايبك تساعدني ولا تتريق عليا؟ خلاص يا عم ما تزعلش. طب المطلوب مني ايه دلوقتي؟ عايزني اكلمها لك؟ لا 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 ما تكلمهاش. امال عايز نعمل ايه؟ ما تزهقنيش، قول بقى. عايزك بس تعرف لي هي مرتبطه بحد، في حد غيري في حياتها كده يعني. ما اعتقدش. فريد اسمعني كويس، انا وانت اصحاب واكتر من الاخوات كمان، واكيد هبقى مبسوط جدا لو انت اتجوزت ليلى. بس في الاخر انا رايي مش مهم في الموضوع ده، رايها هو الاهم. لازم تتكلم معاها وتشوف اذا كانت هتوافق ولا ترفض. لازم تتكلم معاها. طبعا هكلمها. وسعيد بيقرر ايه بقى؟ ان انا وليلى نبتدي تنفيذ المشروع بتاعي اول الاسبوع اللي جاي. انا مش مصدقه، يعني امبارح تترفض والنهارده مشروعك يتنفذ؟ لا ولسه، انا دلوقتي بقى ليا مكتب لوحدي زي المديرين بقى وعلي تقوى مش شويه دول يعني. سعيد قال لك كده؟ لا، ليلى هي اللي طلبت منه كده عشان هو هي اللي بقى في مكان واحد. انت مش تخيلها هند، انا معجب بالراجل ده ازاي؟ راجل ذكي كده وفاهم ومثقف. انا جيت اكلمه على المشروع بتاعي لقيته عارف كل حاجه. يعني انت كده اترقيت؟ لا مش عارف، بس مش مهم اصلا. هو ايه اللي مش مهم؟ يعني هو ما جابلكش سيره عن زياده المرتب؟ هو ده وقته يا هند؟ الراجل مديني فرصه اغير نظام الشركه كلها، هو انا اكلمه في زياده المرتب؟ وبعدين هيزيد كام يعني في الاخر؟ بقول لك انا وبنته بقينا زي بعض بالظبط. زي بعض ايه؟ انا اكتر منها بكتير لان هي بتنفذ المشروع بتاعنا. حبيبي انا فرحانه قوي انك مبسوط ومشروعك خلاص هيتنفذ. حبيبتي انا مبسوط ان انت معايا، انا كل اللي بيحصل لي عشان انت معايا بس. ربنا يخليكي ليا. متاكد؟ بتضحكي على ايه؟ اصل انت امبارح اترفدت وكنت معاك برضو. لا ده القدر بقى، انا اترفدت عشان ربنا يخليني اقابل ليلى ونتكلم في المشروع بتاعي. انا مصمم برضو ان ربنا عمل كده عشان انت معايا. ها ودي بقى عايز تاكلي ايه؟
دلوقتي عايزك تطلبي اغلى حاجه في المنيو. انت دلوقتي خطيبه رجل مهم. لا استنى، انت عايز تفرتك لي الفلوس؟ احنا مصدقنا ان الدنيا ظبطت شويه. صح، حطي الميزانيه وانت جاهزه كده على طول. اكتبي عندك بقى شوربه، اكتبي بس رز بالشعريه، اكتبي. خلاص نشرب بس. اللي حصل امبارح ده عجبني جدا. لما كنت بتتكلمي مع احمد وبتتفقوا مع بعض هتعملوا ايه، عيني اتلمعت كده زي زمان. بجد يا بابا؟ بجد يا حبيبتي. انت عارف ان حماسه الزياده ده هو اللي كان مديني احساس ان انا فرحانه ومبسوطه انه في حد متحمس لمشروعه بالشكل ده. انا معجب بيه جدا، بس ما تخليش حماس احمد ينسيكي نفسك وتعمل مجهود اكبر من اللازم. عندك حق، حماسه زياده ده فعلا نساني ان احنا حتى عندنا مشوار لعبد المنعم النهارده. بقول ايه، ما نخليه يوم تاني بقى، اصله ساكن في حته صعبه قوي وزحمه مش هنعرف نوصل له بسرعه. لا معلش ارجوك خلينا نروح. طيب حاضر. مامي تحت امرك. اطلع لفيصل تحت امرك. خير بشري؟ قابلتي هادية؟ قابلت هادية. واطمنتي على ليلى ومصطفى؟ شفت ليلى واطمنت على مصطفى. كان ليش مكشرة؟ أنا كنت رايحة أقابل هادية عشان تطمني وتشجعني. خوفتني زيادة. كيف يعني خوفتك؟ هي معاشرة سعيد أكتر مني وعارفة أخلاقه كويس، قالت لي إنه مش هيسمح لي أقابل الولاد. بالله شو؟ قيموا على كيفه، هدول ولادك والدين والقانون بيقول إنه لازم تشوفيهم. سعيد ما فيش حاجة بتقف قدامه. أنا ماني شايفة أي داعي لخوفك. أنت ست اخترتي تعيشي حياتك بالطريقة اللي أنت شايفتيها صح. هذا الشيء مانو لا عيب ولا حرام. حكي لي لو بدي أشوف ولادي. مش حقدر، مش حقدر أواجههم. لا تواجهي لإله، واجهي ولادك. اليوم كل شيء صار. حقدر؟ حيسامحوني؟ والله ما حدا بتجي فرصة إنه يرجع لحدا أمه اللي انحرموا 20 سنة وبيقول لا، مزبوط؟ يا ريت. هو عم ويليام ما قالكش الموتور هيكلف كام؟ قال لك الجديد 700 جنيه والمستعمل 400. وهنمشيها جديد ولا قديم بقى ان شاء الله؟ بصراحه لا ده ولا ده يا استاذ عادل. الثلاجه دي جابت اخرها والبرومه وكلها من كل حته. احنا عايزين حته ثلاجه جديده كده على شاشه تلفزيون كبيره. ما تنساش ان احنا داخلين على موسم كوره وبتاع. شفت الكافيه اللي فتح في الشارع اللي ورانا؟ شفته يا عم شفته. اه الشباب بقى بتحب شويه الحركات دول، شويه شاش جديده على شويه لمط الوان. والله تفرق معانا قوي يا سعاده. ربك يعدلها ان شاء الله يا سمير. يا رب. يلا اوصل انت بس لعم منصور، هات له تلج للعصاير اللي ملهاش مكان في الثلاجه دي. حاضر. منورين يا شباب. مساء الفل ابو سمره، عامل ايه يا حبيبي؟ عدول بارك لي يا نجم. ابارك لك؟ ابارك لك على ايه؟ حبيبك رجع الشغل وترقى ومكافاه 12000 جنيه. الله اكبر، انت رجعت الشغل امتى؟ صاحب الشركه رجعني النهارده الصبح. الفلوس دي تتحط في الشقه، عايزين نفرح بقى. انا وهند خلاص عملنا الحسبه، الفلوس اللي معانا دي تخلينا نقفل الشقه ونشطبها وكل حاجه، هننزل شويه في العفش بس ربك بيسهل. اقول لك هو ده وقتها. وقت ايه؟ انا هبيع العربيه. ازاي بس يا عادل؟ دي العربيه دي ايدك ورجلك، وبعدين ما انت شايف يعني ربك بيفرجها من وسع. اسمع، القهوه دي عايزه لها 10 12000 جنيه. انا بيع العربيه تاخد انت منهم خمسه تمشي بيهم نفسك. ايه رايك؟ ربنا يخليك لي يا عدوله، ما احرمنيش منك يا ابني. انت مش اخويا، انت ابن البيكري. طب يلا همشي انا بقى. راح فين؟ كمل شاي. عندي شغل كتير.